تاني. لا 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 انا قطعت الكورة قطعت الكورة. اهلا ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد مع مستر تيربو. طبعا النهاردة هنلعب مباراة بلجيكا والمغرب. انا بلجيكا وهو المغرب. واكتبوا لنا في التعليقات انتوا متوقعين مين اللي هيفوز في الحقيقة، مش هنا يعني، ومين وكم كام، ومين اللي هيجيب الاهداف وكده يعني. ويلا بينا بن ناصري، يلا بينا، يلا لوكاكو، حميدي. بص في وحش مكاسر معاك، بص عامل الزاله. لا 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 المغرب جامده قوي، ربنا يوفقها في الحياه ان شاء الله وتفوز ان شاء الله. يلا ليه، بص الوحش ده لوكاكو. قال عليا النعمه، قال بالدب يا ابني، ده دب روسي. الله يا حكيمه على اللعبه اللي انت عملتها دلوقتي. حلو، ايه ده، الله احلى. بن ناصري يلا زياش، عايزك تشرفنا يا زياش. مش حد قدام دي بروين اهو، لوكاكو برضو بيجي من اي حته. ولا اوعى لوكاكو يا جدعان، لوكاكو ايوه يلا على دي بروين يلا. ولا مين ده، ايه ده لا 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 انت بلجيكا جامده جدا يا جدعان، يا نهار ابيض، الله يكون في عونكم يا مغاربه، ان شاء الله تفوزوا مش عارف ازاي. طب كورنا انططوا اي حاجه، حرام والله. زياش الله عليك الله عليك يا حبيبي، الله على الرفعه والدبل كي. انت لسه واقع على الارض يا زياش، ما تقوم يا عم. يلا يلا دي بروينا، الام ده كمان. يا سلام حميدي انسيري، الله وليه انا ما توقعتش ده جايه، وليه انا بشجع المغرب اصلا. يا جدعان وليه هو ماله اللعيب بتاع طار ليه كده، يا نهار اسود لو جرى. وسع، شفت ضربه ازاي، قابلني وسع. امل الوحيد اللي اتحكم في الجول، امل الوحيد اللي اتحكم في الجول من اللعيبه. الله عليك يلا، قلت تركنها انت اكيد مش هتعرف تصد. ايه ده الله يا انت، الولد بشعر ده جميل قوي، مين ده اهو رجع رجع عليه الجول وبيحجز. لا لعيب، اوه شفت لوكاكو رفع رجله، لوكاكو بيعمل حاجات مش من منظر جسمه خالص يا جدعان. دي قلة باور لياقة. لا 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 تيليماس ايه بس، يلا دي اوف سايت سايتنج لوكاكو. ولا ايه لوكاكو، لا لا ما يعرفش، لا 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 لوب يلا طار عليها. يلا احمدي نسيري، الله يا نسيري اديها بقى للزياش. ولا اوعى 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 ولا عليا النعمه المغرب هتبدع، خلي بالك ان شاء الله المغرب لذيذ. اوه يا زياش، يا نهار الله يا زياش، ولا الله يا زياش. اوه يا زياش، استنى وي تعال. هاي ساو وينزور، الله يا نسيري بتاعتك ما يهمكش. لا زياش بتاعتك برضه. بوفو يا بوفو، ليه يا بوفو؟ الله لا 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 في الجنب، يلا لا يلا لوكاكو جول راح كده وهو جاباله كده، حرام والله المغرب تلاقوش يا رجاله، هنعوض يا المغرب. ايه ده فوريت يا عم، انت بتاخد فوريت ليه يا عم كده؟ بس زياش هتجيبها، زياش حاسس هتعمل حاجه الماتش ده، زياش هتعمل ان شاء الله هتعمل. كريم الاحمدي يا عم بتعمل ايه؟ ايدن هازارد ايدن هازارد بمجهود فردي يا راجل، انت بيخش بيهجم هو مع الكوره برضه، بيدخل بيدخل ايه ده، الله يلا بوفون، الله يا بوفون انت اللي بتعمله ده يا ابني، تهويشه كويس كويس كويس. اجري دي بروينا مش سايبينه في حاله. شفت مصطفى محمد خرم وجابها جول ازاي؟ يلا احمدي بالستيجي ضاع ولا ايه؟ اوعى يلا انت ازاي سبت الجول فاضي وصديتها كده يا عم؟ ما تجننيش، مش كل مره تعملها فيا. الله يا نسيري
بتاعنا كان سيري والله بشعر ده حلو مش باين مستوى والله بشعر ده كان بره اصلا وانا نزلت تخيل الله اوه على ورا بشعر برضه يلعب كره طويله مساحه الله يلا الشوط الاول بالسلامه لوحده خالص بوم لوحده فاتمنى اللعيبه بتاعتي فين طيب ماشي الشوط الاول هينتهي 1-1 دي حاجه كويسه شوف الشوط الثاني توقعاتكم يا جماعه المغرب ولا بلجيكا ما اللي خلى السعوديه تكسب الارجنتين ومصر تكسب بلجيكا حاجات غريبه يعني مش يا كريم يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني لا لا وسع ايه يا عم انت مسكتني كده ازاي؟ 2 اكس شدوا قطر اوه لا 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 والله ظلم ظلم ايه ده رايح انفراد وانت شديته بص اوعى على ايه يا عم ولوكاكو بس خليت لوكاكو خليته يلف وانت ضربته جامد ثانية واحدة بقى عشان التشكيلة دي كده باظت يلا بينو ايه ده ما عدتش لا 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 ده اللي هناك اديله ما يشوطش هازارد لوكاكو ايه يا سلام يلا بينو يا عم ايه يا عم حكيمة هتجيبها يلا بينو لا يا جدعان حرام يلا اقطع ما انا معايا طرد انا اجري الاحمدي هيلحقها عيب عليك اجري اجري يا مقطوره هيجيبها الاحمدي اجري برضه جابها وشافها يلا ليه يلا ليه تدينا فرصه بقى ايه يا عم دي صدت صدها يا ابني الله عليك الله عليك يا ابني استنى ايوه خلاص هي بانت الفوله بانت دي بروين ماله بطيء ليه كده ومش عارف يلم ايه ده يا عم ايه تقيل قوي الله يا مصري الله يا مصري طبعا زياش الله فلاس انت فلاس انزفر مش طرد لا ده انت حكم ابن لما انت عملتها فيا فلاس ايه وانت شدتني واخدت طرد بس اخدت طرد انفراد يا عم لا ما هو بس يا ده انا انفراد يا عم حرام والله بس انا كنت انفراد اكتر منك كنت بعيد عنك شويه ليه كنت قاعد واحد ورا فين هو يا لها من كره لكنها يعني انفراد واخد انذار وانا هو يكون انفراد واشده من التيشيرت ياخد طرد حاجه تجيني يلا بينا والله حرام اوعى 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 سروس ازاي يا بيستفزني ازاي بص يا ابني بص دي براين يعني وسرو لوب لا لا اللعبه حلوه اللعبه حلوه يا عم اللعبه حلوه بس دي ما تنكرش بس مش هتحصل في الحقيقه ان شاء الله يعني ايه كان كده الماتش ضاع ضاع تاني لا 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 ايه لا انا قطعت الكوره الدقيقة 92 يا عم والله انا قطعت الكورة والله شايفها اللي انا قطعتها وجريت بيها دي فلتت لك كده ان شاء الله المغرب تتعود تتعود ان شاء الله ماتش جامد ماتش صعب ثلاثة ماسكين لوكاكو يا رب بقى لو تيجي يا رب تيجي بقى يا رب تيجي بقى اوعى 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 يا رب تيجي بقى يا رب تيجي بقى يا نهار ابيض الحمد لله ستفعلها المغرب ان شاء الله يوم الاحد ريمونتادا تاريخيه يا ابن اللعيبه بص ابو شعر ها مش مع نسيري يابا مش مع نسيري يابا لو تحصل في الحياه تبقى جامده جدا 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 ان شاء الله المغرب هتفوز ان شاء الله هتفوز شفت لسه مدين وقت اضافي كتير هم اصلا الحكام بيدوا للاجانب والاوروبيين كده بيبقوا ضد العرب مش عارف ليه بص دي الثلاث دقايق بدل ضايع واحنا بنلعب في الدقيقه الخامسه وممكن تيجي جول ممكن تيجي جول ممكن تيجي صفر بقى صفر بقى صفر بقى ايه ده بونو خلاص مسك الكوره المغرب الف مبروك يا اسطى المغرب كسبت يا اسطى في الرومونتادا
مبروك مقدما يا اهلي، يا رب يستر وما يخسروش. هناخد عن الضرب على دماغ. تمام، وكده كنت خلص فيديو النهارده، ويا رب المغرب تكسب، تكون دي يعني بشره خير كده، والمغرب تكسب باذن الله ان شاء الله. وبس كده، سلام.